انا متفائل فيكم هالمره وبجديتكم بنحقق هدفنا. انطلق. تذكروا زين، يمكن يكونون الحرفين في قاع البحر، بتحصلون صعوبة هالمرة. صعوبة؟ احنا لقينا حرفين هم مدفونين في وسط الرمل، وشلون ما نلاقيهم وهم مدفونين في قاع البحر؟ ان شاء الله بتكون المهمة ميسرة. انا متفائل وكأني اشوفهم الحين قدامي. بعد ما تصبون الماي توكلوا على الله. بس احنا يا شيخ تعودنا انك تقول لنا شيء يطمن بالنا ويريحنا. يعني انت غير مرتاح يا رائد؟ لا لا بالعكس يا شيخ، الحمد لله انا مطمن ومرتاح. كل شيء واضح امامنا، ما في غموض في هذه الحياة، كل شيء مكشوف لنا. لو الانسان فكر له لحظة ان الغموض مسيطر عليه فمستحيل راح يوصل اللي يبيه. لكن اذا مشي في طريق وهو يعتقد بان كل شيء واضح امامه راح يمشي وهو مطمئن دون قلق وراح يوصل الى هدفه. شفت شلون يا شيخ؟ لابد من نصايحك هذه لان هي اللي تطمننا وتريحنا. انا اشوف ان هذا ضروري واحنا نلاقي فيها فايده. يلا على بركه الله. تفضلوا، مع السلامه. فمان الله يا شيخ. مع السلامه. السلام عليكم. بس شلون بننزل البحر؟ احنا ما جبنا ملابس البحر. يا سلام، وهذا ذكي انت. ليش ملابس؟ ليش ملابس؟ نسبح بثيابنا. بس انت تعرف ان احنا ما نعرف نسبح، ولا نسيت؟ نتعلم، ما فيها شيء. بسكم ثرثرة، تراكم ازعجتوني بهالكلام السخيف. لو سمحت، احنا مش اغبياء، هذا اول شيء. ثاني شيء، احنا محتاجين الملابس عشان نغوص داخل البحر ونطلع الحروف. الحروف مو داخل البحر، هذا اللي قال لنا القائد جهلان. اي صح، هذا اللي قال القائد. بس انا وجهلان نبغى نسبح. احنا ما عندنا وقت للعب يا اغبياء. بسكم ثرثرة. يقول لك المجهول بلا ثرثرة يا غبي. هذه المركبة، هذه متجهة للبحر. ظاهر انهم يبون يسبقونا لهناك. ما بنسمح لهم يوصلون للحرفين قبلنا. يلا يا حازم بسرعة. انا متفائل هالمرة، واحس ان جفلان وهالنون يمكن يعثروا على بعض الحروف. سيدي وانا بعد متفائل مثلك. انت متفائل مثلي ولا تجاملني؟ احنا ما نجامل، لان انت اللي عودتنا على هذا الشيء. كل شيء قدامنا واضح، المهم ان جفلان وهلول يحصلون لنا ولو على حرف واحد، لان ضياع حرف واحد يدمر اللغه العربيه. هذا اذا كان حرف واحد يا باج، لكن لو حصلنا على اربعه او خمسه او عشره بيكون الدمار اكبر. المهم ان احنا نحصل على الحروف كاملة وما نترك فرصة لحازم ورائد يحصلوا على حرف واحد. جفلان، البحر حلو بس ما في صيادين، ما اشوف لا صيادين ولا قوارب، وينهم؟
هلول شوف في سفينة هناك بس بعيدة واجد. ايه شكل الصيادين هناك. خلاص جفلان الذكي قرر ان احنا ندور الحروف هنا. يا سلام صح، بس انا عندي راي بعد. ايش رايك واحنا رايحين للصيادين ندور في الارض تحت، يمكن نلقى الحروف في طريقنا. يلا الحقني ولا تسبقني. المسافة لا زالت بعيدة. تعبت؟ شوي. أجل خلنا نرتاح هنا شوي. لا 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 لا، بس أنا أحس بالقلق. إحنا لازم نسرع، الظاهر أنهم جادين في البحث هذه المرة. يلا وصلنا. لا على كيفك، هو ما وصل. شلون ما وصلنا وهذا الصيادين هناك؟ شوفهم. طيب جفلان ايش رايك نروح عندهم ونسالهم، يمكن نلقى الحروف عندهم. يا سلام، اذا هم لقوا الحروف شلون احنا بناخذها منهم يا ذكي؟ عشان اثبتك اني ذكي عندي فكره، سهل جدا ناخذ الحروف. قول يا فالح. نسرقها، ايش رايك؟ اي صح، نسرقها عشان يقتلونا ويدفنونا في مكاننا. لا تخاف يا جفلان، ناخذ الحروف ونهرب، لا تصير كسلان وخواف. اسمع، اذا لقينا الحروف انا عندي خطة اقوى من خطتك. يلا الحقني ولا تسبقني. جفلان بس ما قلت لي الخطة وشي. الخطة ان احنا نخطفها. نخطفها؟ وش الفرق؟ خطتي أحسن. يا غبي، في فرق كبير بين الخطف وبين السرقة. الخطف إن إحنا نخطفها، والسرقة إن إحنا نسرقها. صح، الخطف أحسن. يلا يا بايع تعال بسرعة. يا هلا بخبطان، يا هلا. جهز الصندوق حقي. بعد ربع ساعة بكون جاهز. السفينة بتمشي بعد نص ساعة. اطمن اطمن يا سيدي قبطان، بيكون جاهز بعد ربع ساعة عندك. اسمع، برسل لك اثنين شباب ياخذون منك الصندوق. ما بعطيه لحد غيرهم. بعد ربع ساعة يكونون عندك. جاهز الصندوق بسرعة. ركضنا واجد. يلا ما بقى الا شوي. أنا كل ما طلعت قدامي أقول لنفسي المسافة قريبة، لكن هي وين؟ بعيدة واجد. إلا هي قريبة. يلا خلينا نسلك هذا الاتجاه. حازم أنا تعبت خلاص، ماني قادر أركب. عاد يا رائد بلا كسل، يلا خلك شجاع. يلا سيدي القائد جهلان، لقد انتهت المهمة. أنا الآن على ارتفاع 10,000 قدم. هذا جيد، فأنا أراقب الوضع الآن. يبدو بأن الأمور هادئة ولا شيء جديد إلى الآن. أنا أنتظر الإشارة منك. ابقى على اتصال، وعن طريق أجهزة التعقب حاول أن ترى شيء. لكن الأمر صعب، لكنني رهن إشارتك. المهم ينجحون في البحث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احنا جايين نسألك عن ايه
انت جاي تسرون على الصندوق، الصندوق جاهز. صندوق؟ ها؟ وش فيه؟ انت تدري احنا ايش ندور عليه؟ نعم نعم انا ادري، الصندوق جاهز وفي كل شيء. انتظروا شوي براح اجيبه من الداخل. تفضلوا هذا الصندوق، اعطيه رئيسكم. رئيسنا؟ ايه هو اللي كلفنا بالمهم. اعرف. ان شاء الله العدد كبير اللي في الصندوق. هي خمسة. خمسة؟ يقول خمس حروف يا جفلان. خمس حروف؟ شكرا. يلا هلول الحقني ولا تسبقني. شكرا. الحمد لله وصلنا. ما في أثر للمركبة. لا يمكن أنها تهبط بين الصيادين، هذول أذكى من كذا. أكيد أنهم نزلوا في مكان بعيد ونزلوا جفلان وهلول. زين الحين احنا ايش بنسوي؟ خلينا نستريح الحين وبعدين نفكر. انا بديت احس بالتعب. توك الحين تحس بالتعب؟ عموما وانا بعد تعبان. ما اعتقد ان احنا بنلاقي الحرفين هالمره بالسهوله يا حازم. يا نارج اتجهي للشاطئ، تلقى جفلان وهلول وعندهم صندوق الظاهر انه فيه حروف، تأكد لي من هذا الامر. انا متجه الحين هناك يا سيدي. المهم الحق عليهم بسرعة قبل لا يلحق عليهم رائد وحازم يخرب خطتنا. بخلصك منهم وبتشوف يا سيدي. بلا مدح نفس، يلا خلصني نفذ الاوامر. تعتقد ان جفلان وهلول حصلوا على الحروف؟ أعتقد ذلك. أفران قعامتي. أفران قانا. أرجوك فكري، أنا مالي ذنب. شو اللي سويته؟ شو اللي سويت؟ أقول لك جاوا اثنين شباب واخذوا صندوق مني. ليش تعطيهم الصندوق يا مغفل؟ يجونك اثنين شباب وتعطيهم الصندوق؟ أنا دعمك اللي ما يخاف لا من سيف ولا من بندق، اللي أرسلني القبطان في هذه المهمة. قال لي برسل اثنين شباب بس ما قال انك انت. ما حصل اثنين وارسل لي انا دعمك ولا مو عاجبك شكلي؟ شوفني ها، شوفني عدل، من هو انا؟ انت دعمك. دعمك اللي ما يخاف لا من سيف ولا من بندق. وين راح؟ في اي اتجاه؟ منه. وكان الرجال هذا جاي علينا، شكله ناوي شر. وين الصندوق؟ صندوق؟ أي صندوق؟ لا تسوون روحكم أغبياء. وين الصندوق؟ عن أي صندوق أنت تتكلم؟ إذا ما تعطوني الصندوق الحين راح أدوس بطونكم. وين خبيتوه؟ أي صندوق هذا اللي تتكلم عنه؟ وبعدين إحنا ضيوف عندكم هنا. ضيوف اثنين لصوص ويقول ضيوف. وين وديتوا الصندوق؟ قدامي. على وين؟ الى القبطان دان. امش خلي ادبكم. امش معاي. اصعد اصعد اصعد. جفلان انا تعبت، خلنا نستريح. لازم نبتعد اكثر عشان ما يلحقونا. مين اللي يلحقونا؟ حتى واحنا نركض ما تفهم. اللي سلمنا الحروف هو يظن إن احنا نعرف. زين ما يدري انه هو سلمنا الصندوق بالخطأ. توقع كذا؟ انا اعرف بذكائي، اعرف انا. طيب احنا نستمر نركض الى متى؟ احنا ننتظر المركبة، موعديني وبيجون لا تستعجل. جفلان
عشان تعرف ان جفلان ذكي واذكى واحد واذكى منك يا غبي. ما تبون تعترفون؟ احنا ما شفنا اي صندوق. صدقني احنا ما نكذب عليك. يمكن جفلان وهلول هم خذوا الصندوق حقكم، واحنا ندري انهم هنا. منهم جفلان وهلول؟ هذول اعداء لنا، يبون يعقوننا عن اداء مهمتنا اللي احنا جينا عشانها. وش هي مهمتكم هنا؟ احنا جينا نبحث عن الحروف، لان احنا عرفنا ان في حرفين طاحوا في البحر عندكم هنا. شيء جميل. سمعت يا دعمك؟ سمعت يا قبطان، سمعت. ايش يعني حروف؟ الحروف هي عبارة عن، بصراحة ماني عارف شلون اشرح لكم، بس احنا قاعدين ندور على شيء مهم، وهذا الشيء يخصنا ويخص مدينتنا. هذا كلام سخيف. انا ابغى صندوق اللي فيه شيء انا احبه. الا قول لي شنو هذا الشيء اللي في الصندوق؟ مو شغلك. تبيني اعذبهم عشان يعترفون؟ لا 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 لا، انا اشوف انهم صادقين. شكرا لك يا قبطان. لكن مين تجرى وسرق صندوقي؟ لما نجي من الرحله لازم اعرف. يا قبطان احنا ودنا نرافقك في رحلتك لقاع البحر. شو تقول؟ ترافقني؟ ايه. اي اي وما اي، شو ترافق؟ احنا رايحين نصيد لؤلؤ، عندكم خبره؟ ايه انا عندي خبره. وانت؟ انا عندي خبره بس بسيطه شويه. طيب اذا عندك خبره شوي، من وين تعلمتوها؟ احنا بصراحه انا تعلمت هذا الشيء من ابوي من زمان. شو اسم ابوك؟ ابوي؟ ما اظن انك تعرفه يا قبطان. احنا من مدينه الزهور، وهذه المدينه بعيده من هنا. وانا بوافق، بس ها الرحله شاقه وشاقه جدا. ما عليه، احنا بنتحمل. متى نبحر؟ الحين نبحر. ارفعوا الاشرعه، ارفعوا الاشرعه. جهزوا نفسكم. اشتغل اشتغل اشتغل. انت تاكل من شغلك. حازم، احنا صحيح بنبحر معاهم؟ ايه. اسمع يا رائد، المره هذه بتكون مهمه البحث شاقه. انا اسمي سعيد، وانتو؟ انا اسمي حازم، وهذا صديقي رائد. الظاهر انكم بتبحرون معانا، صحيح؟ ان شاء الله. انا ما انصحكم، لان القبطان دان قاسي وعنيف، ومساعده دعمق مثله بعد، وانتم ما راح تتحملون قسوتهم. اكيد انتم تعانون منهم واجد. ايه نعاني منهم كثير. الحياه هني على المركب صعبه، واحنا موجودين هنا عشان العيشه. وترى كل شيء على هالشاطئ بيد القبطان دان ومساعده دعمق. وتبون الصراحه انصحكم انكم ترجعون. مشكور على هذه النصيحه، بس شو نسوي؟ احنا مضطرين. على كيفكم. الحروف؟ خمسة حروف في صندوق؟ أنت متأكد من كلامك هذا؟ نعم يا سيدي، هذا اللي أكده لي جفلان وهلول. أنا فرحان، سعيد، سعيد جدا. خمسة حروف تكفي، خمسة حروف أحرقها، أنا أتفه أقطعها أمحيها من الوجود ولا خليها ترجع. احنا حققنا اللي نبي، حققناه بالقوة، وما حد يقدر يوقف في وجهنا أبد. نعم يا مجنون بهج. نعم يا مجهول بابنج، حققنا اللي احنا نبيه، حققنا اللي احنا نبيه.
أشوفكم قاعدين. يا جماعة كم يا قبطان؟ دعمك اللي ياكل حب وفستك موجود. لازم نبحر الحين. لازم نبحر. حرك حرك اشتغل. يلا حرك اشتغل. نزل الحبال. امسك نزل الحبال. امسك. ما تعبت في حياتي مثل ما تعبت اليوم. صحيح اليوم كان متعب وشاق. حازم لا قول لي انت تعتقد ان احنا نقدر نقوم بمهمة البحث عن اللؤلؤ؟ تصدق يا رائد الموضوع هذا بدأ يحيرني. البحر كبير وواسع وين ندور؟ أكيد إنكم جايعين. يلا يلا شاركوني بالأكل. صدق أنا جوعان مرة. وأنا بعد. يلا بسم الله. ما قلت لكم إن العمل على ظهر السفينة متعب وإن القبطان دان ومساعد دعمق ما يرحمون؟ احنا ما همنا دان ولا دعمق، احنا جايين هنا عشان رائد. مشكور يا سعيد، انت رجل طيب. انا شبعت. الظاهر ان رائد يبي يقول شيء بس انت قاطعته في الكلام. على العموم لا تخافون، قولوا لي عن سبب جيتكم وما راح اقول لاحد. لا لا ما في اي شيء معين. طيب كملوا اكلكم، هذا الاكل لكم. يلا على اذنكم. انت شلون كنت بتقول له؟ حازم سعيد رجل طيب، بعدين انا ما اعتقد انه من رجال دان. وش دراك انه رجل طيب؟ احنا لازم ما نثق باي احد، ولا تنسى ان القبطان دان اكيد حاط له جواسيس على ظهر السفينه، ويمكن يكون سعيد هذا واحد منهم. يلا يا رجال تحركوا، البحر في حاله مد. تحركوا، اترك الاكل قم قم تحرك. سعيد جدا سعيد، وما اقدر اوصف سعادتي. جفلان وهلول قدروا يجيبوا 5 حروف ويحطوها في هذا الصندوق. حقيقة انهم يستاهلوا اكبر مكافأة. يعني بنسكن قصر وبنتزوج قريب يتحقق لكم هذا الحلم. افتح الصندوق خلنا نشتت الحروف حرف حرف. هذا شرف كبير لي يا سيدي. ايش في يا مجهول بابنج؟ سيدي هذه ما طلعت حروف، طلعت
سرطانات بحرية. شلون الحروف هذه تحولت لسرطانات بحرية؟ هذه أكيد مخادعة. جلبين خمسة سرطانات وتقولون خمسة حروف؟ إحنا ما نكذب، قلنا خمسة يعني خمسة. هذا واحد والثاني والثالث وهذا الرابع والخامس هناك شوفه. سرطانات تنجاب في مركز التعقب. يا مجاهيل يا مجاهيل، الحقوا الحقوا على السرطانات، اجمعوها لا تخرب علينا مركز التعقب. سيدي السرطانات داخل الأجهزة. امسكوا ما لا يفجروا علينا مركز التعقب. اقبضوا عليهم، اقتلوهم، اقبضوا عليهم، اقتلوهم. كل اسكت يا غبي، انتم السبب، انتم السبب. العمل على ظهر السفينة متعب وشاق جدا. إلا قل لي يا سعيد، باقي واجد لنوصل؟ باكر من الفجر إن شاء الله بنوصل حق مكان اللولو. سعيد، أبغى أقول لك على شيء. بصراحة أنا وصديقي حازم ما نعرف شيء في مهنة الصيد. اسكت لا أسمعك القبطان دان، ترى إنسان شري. أرجوك ممكن تساعدنا؟ الأمر مو سهل، لكن أنا بساعدكم إن شاء الله. باكر عندما نوصل لمكان اللولو بعلمكم كيف نصيد اللولو. سيدي جهلان، يعني الحين هذا عقاب لنا؟ إحنا بغينا نساعدكم، ليش تعملونا كذا؟ ولا كلمة. والحين بضربكم بالشعاعي الهزاز. شلون؟ شعاعك الهزاز؟ ايه، شعاع جهلان الغاضب. وهذا ايش بيسوي فينا؟ ايش بيسوي فيكم؟ بيخليكم تهتزوا هز وترتجوا رج وترقصوا رقص. لا انا ما ارقص الا على طبلة، يعني ما احب كذا. وانا ما احب ارقص الا على دف. ولا كلمة. الحين اضربكم بشعاعي الهزاز. سيدي جهلان، احنا كنا نظن ان اللي في الصندوق هي الحروف. حروف؟ ليش صدق بياع السرطانات؟ وانت ليش تصدقنا؟ مالك ولا كلمه. انت ما يفيد فيك الا الشعاع الهزاز. الحين اعذبك انت وياه. سيدي سيدي، قبضنا على ثلاثة سرطانات، أطلقنا عليها شعة بابنج فماتت على الفور. ابحثوا لي على الباقي قبل لا يخرب علينا أجهزة التعقب.